لما فقد ولده علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول هناك نادى مولاي الحسين، سمع أنه ينادي: بني علي على الدنيا بعدك العفا. على الدنيا بعدك العفا، لا خير بالدنيا من بعدك. الله أكبر. يقول ثم نادى: يا إلهي أشهد عليهم بأنهم قد قتلوا أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، كنا إذا اشتقنا يا إلى رؤية نبيك رأينا هذا الغلام كسر قلبه على ولده. الله أكبر. لكن كأنما أقول سعد الله قلبك سيدي أبا عبد الله، يكسر قلبك على ولدك، ولدك أيضا كسر قلبه عليك يا حسين. إمام زين العابدين علي بن الحسين لما رأك بتلك الحالة، الله أكبر، رأك بتلك الحالة أيضا، ترى إذا ينكسر قلبك على مؤمن، المؤمنين هم ينكسرون قلوبهم، تنكسر عليك. إذا تذكر المؤمن وتبكي عليه المؤمنين يذكرونك. أذكروا، يقول الرسول صلى الله عليه وآله: تحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. أقول أبا عبد الله، أيتامك، أيتامك أخذوهم سبايا من بلدنا إلى بلد، حر قلبي للعقيلة. أختك زينب، زينب ابنة علي، الله أكبر، تنظر علي الأكبر، يقول حميد بن مسلم: رأيت امرأة خرجت من المخيم لما حملوا بنو هاشم علي الأكبر، رأيتها وسمعتها تنادي: وولده وعليا. سألت عنها: من هذه المرأة؟ قالوا لي: هذه عمته زينب، العقيلة زينب بأبي وأمي. تقول شبا يا 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 وان مثل الورد يزهو وساف على الغبر ينام. يا شبا يا يا انبلل التونم تشعبون قلبي من تحنون. اجت امه، يقول جلست عنده لما ادخلوا الى الخيمه، حملت راسه وضعته في حجرها، الوالده وتنعم ولدها وعزيزها، والله يساعد كلهم فاقد عزيز. الله اكبر. تقول له: يا ابني يا ابني يا علي يا شمعه البيت، يا ابني جلي ما كبرت ما ربيت، يا ابني عفتني وليدي وحيدة بالبيت. ويلي مولاي الحسين، يقل لابو يا ابويا من سمع يمك ولينك ومن غماض لعند الموت عينك، والله للعشرين من وصلن سنينك حاتبني عليك لدار الأقشوة، والله علي رايا حشافة شافة والنبي الشابج على راح علي رايا قعد عنده وصفق راحه على رايي صاحب صوت يا زينه
والله يا ابو يا ظلمة الدنيا يا